السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مره اخرى في القناه ديالي مروكن ديلايت. اليوم غنوريكم الطريقه ديال واحد الحلوه ديال ريش بوند اللي معروفه، ولكن الفرق هو ان هذه الحلوه هذه غادي نديرها اليوم بمقادير مختلفه. غنديرها بمايزينا وغادي نديرها بالبيض طايب، بواحد البيض طايب. راه فايته درت حلوه واحده اخرى بنفس المقادير وجات غزاله، ومنين جربت هاد الريشبوند بهاد المقادير جات غزاله كتحمق ورطبه في الفم فين جات. المهم كيف ما كتشوفوها هما المقادير، اول شيء كنحطو الزبده في العجانه اولا كنديروها في شي اناء اللي غنعجنو فيه، كنضربو الزبده شي شويه. الزبده خاصها تكون رطبه، حراره المطبخ من بعد كنزول سكر كلاسي. زيت كنزيدو الزيت بشويه بشويه، كنبقاو نحركوها حتى كتولي بحال شكل ديال الكريم. كنزيدو الفانيلا ولا سكر الفانيلا، وكنخلطو باش العناصر تنسجم مع بعضياتها. من بعد البيض المسلوق، هذا المحل البيض هذا كيجي بنين بزاف في الحلوى. البيض المسلوق كتجي فيه واحد البنه زوينه، كتجي واحد البنه زوينه في الحلوى، وكنطحنو مزيان اولا كنخلطو بيدينا، الا كنتو غتخلطو بيديكم خلطوه مزيان. دابا غادي نزيدو مايزينا ولا النشا، طبعا الحال كنزيدوها بشوي بشوية حتى تنسجم. وكنزيدو الخميرة ديال الحلوى ولا خمارة كيميائية، من بعد كنزيدو الدقيق الطحين بشوية بشوية. ملي كتجمع لنا العجينة كنديروها كويرات صغيرة،
بالنسبه للحجم كيبقى تبقى لكم نتوما الا بغيتو ديروا حجم كبير، كليكم ديروه كبير، كنتو ديروه متوسط ولا صغير، ومن الاحسن ديروه صغير، صغير تيجي حليلو وكيجيو زوينين. المهم كندوروهم كنديرهم على شكل كره، المهم كنديرهم كريات صغار وكندخلهم الفران يطيبو تقريبا شي 15 دقيقه وعلى درجه حراره 180 درجه، وهذا الشكل ديالهم اللي كيطيبو. هذا هو الشكل ديالهم، خاصهم يتحمروا شي شويه من التحت غير شويه. كنزيدو المزهر على هذاك الكونفيتور، نخوي عليه مزهر، كنحركو الكونفيتير، خاصو يكون سائل مخصوش يكون ثقيل، الا كان ثقيل وبغى شي خفاف لكم غادي تدفيوه شي شويه، الا كان المربى ثقيل دفيوه شي شويه. المهم كنغطسو الحلوه في الكونفيتور وكنديروها في كوكو جوز الهند، وهذا هو الشكل ديالها ملي كنساليو، تجي زوينه بزاف. الى عجبكم الفيديو ديالي كنتمنى انكم تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم وانكم تسجلوا في القناه ديالي الى ما كنتوش مسجلين، ومرحبا بكم، شكرا لكم بزاف والسلام عليكم، خليتكم على خير.